سيادة المحافظ لما نقول هو شهر مليء بالاحتفالات، ليست فقط احتفالات طابة، يعني احنا في شهر المرأة المصرية لو نقدر نقول، او شهر المرأة بلا منازع. طبعا لا يخفى على احد ان احنا هيحصل احتفالات كبيرة ودعم كبير من عند حضرتك للمرأة السيناوية، بالذات المرأة البدوية اللي خدت دعم وبتعمل للاطفال فيها او للبنات الفتيات الصغيرين فصول الكترونية للتأكيد على فكرة التعليم اللي بتحاول توصل لمختلف الأماكن. المرأة الجنوب سيناوية يمكن دلوقتي بقت موجودة في البرلمان بالتعيين من خلال برضو استكمال تعليمها. يعني احنا بنتكلم عن دعم كبير بيوجه لفئات كانت أقل حظا في فترات تانية. هبدأ مش إيه اللي هعمله مع المرأة، هبدأ إن أنا اكتشفت منذ 4 أو 5 سنين إن البنت في الوديان، بكلمك بقى على جوه التجمعات البدوية، ما بكلمكيش على مدينة سدر مدينة أبود. لا المدن، لا جوه قوي، جوه المدن. لقيت البنت بتوصل لسنة ستة بيقعدوها في البيت، كفاية الولد كده. بينزل بيجيبوا له مواصلة، بينزل يروح المدينة، يمشي 40 كيلو ويمشي 50 كيلو بالعربية، 30 كيلو هو وحظه، مش خايفين ويتعلم. دي قضية، وأنا بقول على الهوا دي قضية، قضية وشرحتها اللي وقف جنبي الدكتور طارق شوقي. رحت له المكتب، قلت له يا دكتور انا عندي مشكله، ما هو دي شغله المحافظ، المحافظ قاعد بيشوف المشاكل ويحلها، انا ما البنات ما بيتعلموش، انت هتعمل لي ايه؟ انا عايز البنات يتعلموا، وبعدين مع الحفاظ على الطبيعه القبليه البدويه هو بيحافظ على البنت، اول ما بتبقى سنه سته ما قاعده في البيت. طب ليه؟ طب ما نعمل لهم مدارس، نعمل لهم فصول، المدرسة الابتدائي دي نبني فيها 3 فصل، وتخش البنت تخلص سنة ستة تبقى أولى إعدادي مع تعليم إدارة الأزمة. شكل جديد من إدارة الأزمة. الحقيقة استجاب، ويمكن الأخ وكيل الوزارة قال في التقرير إن إحنا أخذنا من الدكتور طارق 7 فصول ذكية حاطينهم في الوديان بنعلم فيهم. دي قضية، البنت لازم تتعلم، البنت لازم تبقى زي الولد. أنا مؤمن، انا عندي هنا رؤساء، عندي حوالي 5 قيادات نسائيه هيتكرموا مساء اليوم في شفاء في شرم الشيخ، اولهم النائبه، ثم مديره الاسكان، ثم مديره التضامن، ثم مديره الطب البيطري، دي سيدات، ثم في دكتوره ماسكه المراه ان شاء الله، ثم في احد الموظفات المشهور عنها بالكفاءه هتتكرم النهارده، دول كلهم هيتكرموا على المسرح قدام الناس كلها في عيد المراه. فاحنا هنا بنديهم اماكنهم، النائبه بتاعتي بتشتغل واخده سلطات وانا براقبها عن بعد، وبتشتغل وبتنفذ وكل حاجه، ودي طبعا سياده الرئيس طبعا دي بيطلع الشباب، وانا يعني احنا عندنا حاجتين، شباب وامراه في نفس الوقت. النهارده انتوا شفتوا الشباب وشفتوا فكر الاخ جبريل، جبريل ده معاه سياسه اقتصاد، وبعدين خريج البرنامج الاول ده الرئاسه، راح اتاخد في الرئاسه وخد البرنامج الدفعه الاولى. نعم. فعايز اقول يعني احنا هنا ماشيين مع الدوله، ماشيين طبعا اتجاه سياسه المراه وتعليم البنات، وانا بقولها تاني مره، وانا دي قضيتي. انا خدت 7 مدارس وبطالب كل مسؤول ومسؤوله في المجلس القومي للمراه ان هم يحطوا بعين الاعتبار تكمله هذه المدارس. صحيح، احنا بدانا بس ب7 فصول لكن لسه مكملين، لانه في اماكن تانية بالتاكيد برضه محتاجه. بالظبط. طيب عظيم.